جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ أخيرا يقول في فقرة الله عندما أقول وأنا أصف الرسول يا حبيب الله، ما حكم وصف الرسول بقولي يا حبيب الله؟ هذا أقل من حقه صلى الله عليه وسلم. رسول خليل الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تقول خليل الله، محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى درجات المحبة من الله لعبده. نعم.